السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله داكشي اللي بغينا. المهم اول حاجه اللي غندوي عليها اللي غتكون كاملين شفتوها سواء اللي حضر سواء اللي شافها غير في التليفون هي ديك الروينه اللي طرات اليوم في الوزيز. شفتي كاع التصاور والفيديوهات اللي دايرين في فيسبوك؟ والله ما يوصفوا لك داكشي اللي كان اليوم. بحكم انني كنت تما والله العظيم الا واحد التنظيم كارثي لاقصى درجه. بنادم ها اللي جاي مع الفجر ها اللي مع 7 8 9 الصباح وكتسولو كيقول لك مازال ما خديتهاش ومع الشمس تبارك الله كانت مجهده اليوم كملاش هي هذيك. العجيب في الامر هما هذوك اللي خدامين تما راهم كتديو الذنوب ديال عباد الله وانتم السبب ديال الفتن والصداعات اللي كينوضوا في الصف. راه امبوسيبل 2001 حالي لهم كيشي واحد ولا جوج. راه لا يمكن، راه اللوجيك ما كاينش. الا كانوا جوج الناس اللي خدامين كيفرقوا لي كارت راه ما غيقدوش على الخدمه كامله، راه غيعطيو الخمسه ويزقلو 30. انت كيفاش عندك في يديك 5000 كارطه وفاش كيوصل عندك شي واحد كيعطيك سميتو ولا كارت ديالو كتبدا تقلب دوك 5000 على لا كارت ديال خونا؟ راه لا يمكن، واخا يكون عندك التركيز ديال اينشتاين. اول حاجه داك فلان اللي خدام تما راه غيبدا غير يدوز بالزربه، هذه هي اول حاجه حيت باغي يسالي خدمته دغيا وخاصو يسربي حيت الصف مازال طويل. وجوج الناس ولا ثلاثه كاع راه قليله بزاف، راه المقاطعه كتلقى فيها 5 الناس في كل بيرو عاد الزحام ديال التيران. نديرو واحد العمليه حسابيه بسيطه، ناخذو 1000 واحد اللي كانوا اليوم نقولو غير 500، كل واحد فيهم عندك 5 دقائق هي القليله باش تقلب لي على سميتو والكارطه ديالو، واضرب انت 5 دقائق في هاد 500 واحد كاملين وخاصك معاهم 2500 دقيقه تقريبا يومين ديال الخدمه بدون توقف. يا الله هادشي غير حسبنا غير المينيموم ديال بنادم اللي حضر. وراه نورمال فاش كيوصل فلان حتى لقيتو كتصدرو كتقولو ليه باقي ما خرجاتش ليك، وتصور انت جاي معذب في هاد الشمس وشاد الصف عاصر بالسويع حتى وصلتي لقيتي بمشقه الانفس ربي اللي عالم بك وفي الاخر كيصدروك. راه حشومه وعيب، بسيف بنادم ما يغوت بسيف بنادم ما يتضارب، وانت شاري لا كارت من النهار الاول من الدقيقه الاولى وكيقول لك باقي ما خرجاتش ليك. راه باينه تصديره ما كتحتاجش تفكير بزاف، راه نتوما اللي كتبغيو داك الزحام والصداع. على الا حليتي 5 لقيشيات في الوزيز وحليتي بلايص اخرين ياخذ فيهم بنادم لا كارت راه ما غادي تنوض لا روينه لا والو. بحال الماتش ديال الجيش كابسط مثال، كانوا الوراق في دونور الوزيز والعربي الزاولي يمكن وداز داكشي مزيان بخير، القضيه خاويه مسربكه جوج دقائق كتاخذ فيها ورقتك وكتزيد. راه الامور سهله غير حنا اللي كنصعبوا على راسنا. والله يسمح لشي وحدين حتى هما جاي كيقلب غير على الزحام والصداع. اماك اخويا على حاجتك راه جاي ناخذوها لا كارت ما فيها باس، توقف في بلاصتك راه حتى داك اللي قدامك راه بحالو بحالك حتى هو جاي ياخذ لا كارت ديالو ماشي جاي يتنزه. وتحيه مره اخرى للبدراوي اللي جاب نفسه شاف داكشي كيفاش كيدوز ومتاكد انه ما عجبوش الحال وان شاء الله يحاول يلقى شي حل اليوم قبل غدا. الماتش ما بقى ليه والو وحتى الناس اللي غادي ياخذوا الوراق يشوفوا واش غيديروا معاهم حتى هما. البدراوي لح بوست في انستغرام وكومونط عليه واحد الدري على المشكل ديال استلام البطائق، قال ليه البدراوي انهم غيزيدوا يفتحوا جوج كيشيات اخرين في جوج مناطق مختلفه في كازا باش يقربوا مناطق التوزيع من الجمهور. وانا استطعتني على الجمله الاخرى حبكم هذا يخليني والله العظيم نمشي انا نوزعهم شخصيا في شي كيشي من هادو. والله الا جاي في الطريق للدار كنقول كيفاش غادي يدوي البدراوي على هادشي. سعداتنا بهذا السيد اللي كيسمع لينا في تواصل دائم معنا ليل ونهار، الله يسهل عليه والله ييسر ليه كيف ما خدم معنا وكيتقاتل معنا. ان شاء الله غير يتيسر هادشي بخير وعلى خير وكل واحد ياخذ لاكارت ديالو وان شاء الله غادي يشوف الاخر نهار الحد. على عين ما داخل ديال لاكارت ابونمون بلغات مليار المعلم، وهادشي غير الدفعه الاولى. الدفعه الثانيه غادي تكون نهار 5 شتنبير ورا الماتش ديال اسفي. تبارك الله ما قالوا علينا جراد حتى بصح جراد اسم على مسمى، وغالبا توني جديد غادي تقدم نهار الجمعه وان شاء الله كنتمنى يتلاح في الانترنت نشريو بار انترنت ويكون بثمن معقول في متناول الجميع. والله ما غاتشهد فيه شي بياسه بعزوز غير حطو والباقي علينا. كتب لي فكره تحطوا التونيات في الانترنت مزيانه باش هكا كلشي يشري وحتى الاداره ما تزادش عليهم الخدمه ديال التونيات على ما تقاد القضيه ياخذوا وقتهم كامل ويقادوا السطور، وديك الساعه نبداو ناخذوا من السطور. وبالنسبه للناس اللي باغين يقطعوا الماتش راه الوراق تلاحوا في السيت غادي تلقاو في الباج اوفيسيال ديال الرجاء. والى هنا الاخوان غنكون وصلنا للبلاكه، بغيت غير ندوي على هذا الموضوع خفا نزربا. خلوا لي في كومونتيرات افكار الفيديو الجاي، وهذا ما كان ما نساش ليا داك اللايك راه وليتي كتنسى ليا بزاف، ودوزوا عندي الانستغرام وفيسبوك غادي تلقاو كلشي لتحت في الديسكريبسيون. وما تنساش لي دوك ثلاثه الحوايج الصاله والدين الرجاء عمرك تفرط فيهم وديما كونوا على قارس.